فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي كلام للإمام أحمد رحمه الله حيث قال في وصف أهل السنة والجماعة: ليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل. هي القياس الباطل، ما هو القياس الصحيح. القياس عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل بالحكم لعلة جامعة، هذا قياس صحيح، هذا قياس صحيح. وأما القياس الباطل هو الذي أول من قاس إبليس، القياس الباطل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو قاس أصله أنه خير من أصل آدم، وهو قياس باطل. فهذا المراد القياس الباطل للقياس الصحيح. نعم.